مدام هذا خليني نكمل. تفضل. انت موضوعك متكف به. الحمد لله. حاج بطرق. يعطيك الخير. الله يسلمك. زيد. لا لا كاين باسكو كاين جماعة اللي حيلوا ملفات وكاين ناس اللي جات حطوا لك جدا في هذه حالات خاصة مش كثيرة نهار كيبطلوا لا فيشا شرحناها راح تبقى القائمة الجاية إذا كان راك فت فيها مباركة عليك مشكل معك إذا ما كانش بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. هكذا هذه اتباع التعليمات تاع السلطات العموميه سيتم توزيع القائمه الاولى اللي تضم 203 مرشح الاستفاده من السكن العمومي الايجاري وتكون متبوعه مباشره القائمه الثانيه اللي راح تضم 516 وتكون فيها قائمه ازيد من 500 ان شاء الله ربي قدرنا باش هذه توزع قبل نهايه السنه الجايه من هذه القائمه الخفيفه هذه اللي راح تكون في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 5 جوان. بالنسبة لعملية تحيير الملفات ستكون فيها عملية أوسع لأنه عملية تحيير الملفات بالنظر لضيق الوقت تاع تحضير القائمة لأن الوقت يداهمنا مدينا غير أيام تخفيفة اسمها أسبوع المواطن لتحيير الملفات. بالنسبة لباقي طالبي السكن من أقدم ملف حتى 31/12/2020 نطمئنهم نقول لهم الاسبوع الاخير تاع شهر جويليه يعني مباشره بعد ما نفرغوا من القائمه الحاليه القائمه تاع 203 ومن بعد ما نستقبلوا الطعون ونكملوا ويسكنوا الناس مباشره بعدها راح نفتح لهم لمده 3 اسابيع يقوموا بعمليه تحيل الملفات واللي لازم يكون نديروا تحالف نتفقوا كلنا ونسعى جاهدين ان القائمه أن السكن الاجتماعي روح الأهل والناس الأحوج السكن الاجتماعي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.